السلام عليكم يا بنات، اخباركم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل عصير موز بالتين، ان شاء الله باذن الله يعجبكم. وهنقطع التين من الشجره بنات، هندور على التين الطايب وهنقطف التين الطايبه كده من الشجره، وهنقطف بقى نشوف الموز بردك. لو جينا موز طايب في الشجر هنقطفه عشان نعمل العصير بتاعني. اهو يا بنات لقينا واحدة، هاي ما شاء الله تينا حمرة من جوا. نزل الغاز. ودينا رجعنا تاني بنات بعد ما احنا قطفنا التين زي ما انتوا شايفين، وقطفنا الموز كمان. يلقينا موز طايب وعند المكونات بتاعت العصير بتاعتي، حلو قوي بنات الاطفال وجميل خالص ومغذي وهيعجبهم ان شاء الله باذن الله. عند المكونات بتاعتي اللي هو التين والموز وسكر للتحليب ولبن يا بنات، حليب، كل المكونات بتاعتي كده. هضربها في الخلاط. هجيب التين الاول، هشيل الزرة دي اللي هي فيه بنات كده من تحت بسكينة بايدك باي حاجة. التين طيبة وحلو ما شاء الله عليها وطازة يعني مستوي. هقطعه كده بالشكل دي اهو يا بنات، على حسب طبعا الكمية اللي انت هتعمليه. اهو يا بنات بس الكمية دي انا كويسة، مش هعمل كمية كبيرة. وهنزل وهقطع اقشر الموز بتاعي اهي بنات. هو الموز يعني لونه اخضر، هو بيوقف في الشجر كده في الصيف، مستوي في الشجره كده في الصيف مدي اللون الاخضر بالشكل دي، لكن في الشتاء بيبقى لونه اصفر، مش محطوط في الكمرات اللي هي اللي بيعملوا فيها الموز، يعني درجه الحراره في الصيف تبقى شديده عاليه فهو بيستوي قبل ما القشره بتاعته دي لونها يصفر. بس كده يا بنات دي كمية الموز اللي انا عملتها كويسة. هنزل كده بكوباية الحليب، بسم الله. هنزل يا بنات دلوقتي بالسكر زي ما انتوا شايفين، وهغطي الشوب بتاع الخلاط بتاعي واضرب العصير في الخلاط كويس وارجع لكم تاني. وادي العصير يا بنات بعد ما ضربته في الخلاط زي ما انتوا شايفين، عصير الموز بالتين يا بنات والحليب جميل جدا، وجربوه ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. ويا ريت ما تنسونيش يا بنات في اشتراك ولايك في القناه فضلا وليس امرا. بسم الله نصب العصير زي ما انتم شايفين يا بنات، جميل جدا.
وادي بنات العسل بتاعنا بيجي جاهز اهو زي ما انتم شايفين، جميل خالص وطعمه جميل جدا يا بنات ومغذي. واسيبكم دلوقتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.